أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الله تعالى رب الجميع، وكما خلقهم جميعا فهو يرزقهم جميعا ويرشدهم جميعا ويصد عنهم عاديات الزمان جميعا، ولا يفرق في عطائه بين خلقه جميعا، وهو سبحانه القائل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن عطاء الله لا يختص فقط بالرزق والمأوى والمسكن، فمن الواضح أنه تعالى يعطي العبادة بلا استثناء. الذين آمنوا به والذين لم يؤمنوا به، والذين عرفوه والذين لم يعرفوه، والذين راقبوه والذين لم يراقبوه، ربنا يعطي للجميع البيت، الملبس، المطعم. وهذا عباد الله على وجه الكرة الأرضية يأكلون ويشربون وينكحون ويلبسون من عطاء الله عز وجل. فالله يعطي العبادة بلا استثناء فيما يرتبط بهذه الأمور، ولكن ماذا عما يرتبط بإرشاد الناس إلى ما فيه صلاح أمورهم؟ هذا الأمر الحد الأدنى منه أيضا ربنا يعطي للجميع بلا استثناء. فالأنبياء جاءوا لجميع الناس ووعظوا جميع الناس وتلوا آيات الله على جميع الناس. وإن كان فيما يرتبط بالإرشاد والتوفيق الأمر يختلف من شخص إلى آخر، إلا أن الجميع في النهاية يحصلون على إرشاد ما من ربهم. هذا الإرشاد على ألسنة الأنبياء يتساوى فيه الجميع، فكتب السماء متوفرة في جميع مناطق العالم، القرآن موجود والتوراة موجود والإنجيل موجود، ووعظ الأنبياء جميعا متوفر لمن يريد. ولو أنك جلست أمام الشاشة وذهبت إلى الكمبيوتر وأردت أن تعرف ماذا قال عيسى وماذا قال موسى وماذا قال إبراهيم وماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك تجد كل ما تبحث عنه. هذا جانب. هنالك جانب آخر يرتبط بالإلهام. هل إن إلهامات الله عز وجل بالنسبة إلى الناس أيضا سواسية؟ يعني هل أن ربنا عز وجل أيضا يلهم جميع الناس فيما يرتبط بمصالحهم، فيما يرتبط بمختلف أمورهم، حتى فيما يرتبط بهدايتهم؟ الجواب على ذلك نعم. صحيح أن الأنبياء هم وحدهم يوحى إليهم، لكن ذلك لا يعني أن الله تعالى لا يلهم أحدا غيرهم بالطريقة التي يراها هو، يراها مناسبة لكل واحد من خلقه بما فيه خيره وصلاح أمره. وهنا لا أعتقد أن هناك شخصا واحدا على هذه الأرض لم يتلقى من ربه إلهاما من الإلهامات في حياته بما يرتبط بمصلحته، سواء مصلحته الدنيوية أو حتى مصلحته الأخروية. ألا نسمع من الناس أحيانا قولهم: جاءتني فكرة،
هذه الفكرة نفعتني كثيرا. أو أن أحدهم يقول كأن شخصا قال لي افعل كذا ففعلت، أو أن أحدهم يقول لا أدري لماذا قررت أن أعمل كذا فكان فيها مصلحتي. هذه الإلهامات والتي هي مختلفة، وأعتقد أنها يومية بالنسبة إلى الناس، أحيانا أنك تريد أن تعبر الشارع وكأن أحدا يقول التفت إلى اليمين أو التفت إلى اليسار أو التفت إلى ورائك، وإذا بك حينما تلتفت ترى سيارة مسرعة من الجهة التي كأنه ألهمت النظر إليها. هذه الإلهامات تأتي إما عن طريق أفكار ترد خواطرنا، أو أحيانا هذه الإلهامات تأتي عن طريق الرؤى نراها في منامنا، أو نصائح نسمعها من الآخرين لنا، أو أحيانا التفاؤل بكتاب الله، التفاؤل بالقرآن الكريم، فهذا أمر نحن لا نشك فيه. ربنا أعطانا هذا الكتاب كتعاليم، كقيم، كمثل، كقواعد، كأصول، لكي نعمل بها في حياتنا ونمتحن بها في دنيانا. لكن أيضا يمكننا أن نتفائل بالقرآن الكريم فيما يرتبط بأمور نحن في حيرة من أمرنا فيها. هذا التفاؤل بكتاب الله أيضا نوع من أنواع الإلهام. أنا شخصيا لا يمكنني إحصاء عدد المرات التي كان لله عز وجل الفضل في توجيهي لما فيه خيري، ولو أردت أن أكتب في ذلك كتابا لتجاوزت عدده صفحاته 1000 صفحة. هنا أنقل واحدة منها. كنت في بدايات الحرب الأهلية في لبنان، كنت في بيروت، وكان معي 3 من الأصدقاء. كنا نسكن في فندق صغير قرب ساحة البرج، وذات يوم حذرنا العاملون في الفندق من البقاء فيه تلك الليلة، لأن مالكه كان طرفا في الحرب الدائرة، وقد اضطر إلى سمعهم أن هجوما محتملا على الفندق قد يحدث في تلك الليلة من قبل الطرف المقابل. فخرجنا نحمل أمتعتنا نبحث عن فندق آخر. اقترح أحد الزملاء أن نذهب إلى فندق في ساحة البرج، ومع تنقل الحرب من مكان إلى مكان خفنا أن لا يسلم ذلك الفندق أيضا من أي حادث، فقررت التفاؤل بالقرآن الكريم، وأخذت كتاب الله وذكرت الله وحمدته وصليت على نبيه وعلى آله وتفاءلت بالقرآن، فخرجت الآية التالية: انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وكانت الآية توعي بأن الفندق ربما سيتعرض للنسف، فعدلنا عن السكن فيه وقررنا الذهاب إلى الجبل. هناك في الجبل اضطررنا للبقاء قرابة 3 أسابيع، حيث أن الطرقات انقطعت إلى بيروت وشبت الحرب في جميع أحيائها. ولما هدأت لعدة أيام ذهبنا لنعرف ما الذي حدث في المدينة، ووصلنا إلى ساحة البرج لنرى الفندق الذي كدنا أن نسكن فيه. رأيناه قد تهدم على رؤوس ساكنيه، وقتل فيه 19 شخصا، وكانت جثثهم لا تزال تحت الأنقاض. لقد ألهمنا الرب تعالى عبر آية قرآنية أن لا نسكن هناك، وحذرنا من نسفه تماما من خلال قوله تعالى: لننسفنه. وأنت أيضا إذا عرضت لك حاجة فلا تذهب بك الأهواء يمنة ويسرى، بل ارجع
إلى ربك، اطلب منه أن يختار لك ما فيه الخير، استشره في أمرك فستجده خير ناصر وخير معين يهديك إلى سبيل الرشاد. وقد تقول: كيف السبيل إلى ذلك؟ بالتأكيد هناك أكثر من سبيل، وإليك أحدها مرويا عن الإمام جعفر بن الصادق حيث قال: إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله ربه، فإن أشار عليه اتبع، وإن لم يشر عليه توقف. الراوي سأل: يا سيدي وكيف أعلم ذلك؟ يعني كيف أعرف أن الله أشار علي فحتى أتبع، أو أنه لم يشر علي حتى أتوقف؟ قال الإمام: تسجد عقب المكتوبة، يعني بعد الصلاة الواجبة، صلاة الصبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، تسجد وتقول: اللهم خير لي، يعني أنت اختار لي، تقول: اللهم خير لي 100 مرة، ثم تتوسل بنا، يعني بالنبي وأهل بيته، وتصلي علينا وتتشفع بنا، ثم تنظر ما يلهمك تفعله. شوف إلى أين تميل، يعني بعد أن فعلت هذا وقلت 100 مرة اللهم خير لي، وصليت على النبي وتوسلت وابتغوا إليه الوسيلة، توسلت بالنبي وآله وصليت على النبي وعلى آله، انظر إلى أين تميل في هذا الأمر، يعني اجى في بالك أنه تفعل أو لا تفعل، وإذا تفعل بأي طريقة تفعل. ثم يقول الإمام: فهو الذي أشار عليك به، يعني ربنا أشار عليك به هذا الأمر. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.